بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الأعزاء طلبة تأهيل الدكتوراه شعبة إدارة الإنتاج المادة بتاعت اللي هي Recent Trend ان Operation Management اللي هي الاتجاهات الحديثة في إدارة العمليات زي ما احنا كنا متفقين في المحاضرة إن في assigned topic for each one of you لكل واحد فيكم كنا مختارين له موضوع الطلب مننا في الجامعة إن احنا ناكد على كده من خلال ال الاي ليرنينج يحطوها على الموقع تذكركم بالمواضيع ديت ان شاء الله الماده اللي هي الريسنت ترند ان اوبريشنز مانجمنت لتاهيل دكتوراه اداره الاعمال انا يعني كنا مدين فور ايتش وان توبيك بس وي هاف تو put اونلاين online in ان اوردر تو ريمايند اول ذا ستودنت اند تو ميك شور يو ريسيف some material regarding uh, this course. Uh, the due date as we mentioned I believe uh, uh, the third week of April. Uh, إن شاء الله الأسبوع الثالث من أبريل uh, تسلموا البحث بتاعكم. Uh, anyway uh, هنا أنا uh, articles which you already have it but I made a copy for some articles so you can uh, make sure it's uh, i gave you about over a 100 articles uh, in the beginning of the semester so i wish every one of you is uh, starting doing his uh, or her work and i will uh, uh, the articles before, uh, that you did.